السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في سعيدة كويزين. إن شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم راح ندير معاكم مربى العنب. لهذا الكونفيتور نحتاجو كمية من العنب. أنا عندي هنا كيلو العنب، من الأحسن يكون هذا اللي حبته كبيرة. غسلته مليح وكاني قطرته. نحتاج 400 غرام سكر، كيلو عنب ندير له 400 غرام سكر، ونحتاج كمية من الماء تقريبا 1 لتر. واش راح ندير؟ أول حاجة راح نخلط العنب مع السكر والماء ونخليه يباتوا ليلة كاملة. بصح في الليلة هذيك مرة على مرة تجيو تخلطوهم باش نطمني بلي هذاك السكر ذاب، ومن بعد في الصباح نطيبوا لا كونفيتور تاعنا. كيما هاك نخلطها حتى شويه، نغطيها كما قلت لك ونخليها ليله كامله، ونجي نخلطها مره على مره. ونتلاقاو غدوه صباح ان شاء الله. صباح الخير. بعد اللي خلينا العنب مع السكر والماء ليله كامله كما كتشوفي هكا، كنت خلطته مره على مره في الليل، كنت نجي نخلطه السكر ذاب كامل. دونك نحط الكونفيتور تاعي النار، ندير نار قاوية. كي يبدا المربى تاعي يغلي نقص له ونخليه يطيب على نار هادية. خليت الكونفيتور تاعي تاع العنب على نار هادية لمدة نص ساعة، ومن بعد وليت قويت لها النار ونبقى نخلط. كي تخرج الرغوة هذه كيما قلت لكم مع الكونفيتور كامل، نحيوها هكا ونبقاو نعسو حتى يختار، ومرة على مرة تخلطي باش ما يتحركلكش. كي يختار نطفيو. هنا لا كونفيتور تاعي تاع العنب راهو طايب صايب. دوكا نطفيلو، خليه يبرد شويه ونعبيه في البلارات. هنا البلارات اذا درتي كميه كبيره تعقميهم، اذا كميه صغيره كيما هكا مش شرط يكونوا غير مغسولين مليح ومنشفتهم مليح. اذا درتي كميه كبيره لازم تعقميهم باش يبقى لك المده طويله. وهنا ما العنب كعادة رانا مخليين فيه هذوك البذور لداخل. هذوك البذور كشغل هما المادة الحافظة، يخليوه ما يتعفنش ويطول. دوك راح نعبي الكونفيتور تاعي في البلارة. هنا انا خليته هكا حب، اللي بغات ترحيه ترحيه. من بعد كي يبرد راح يولي يجمد شويه. وبنفس الطريقه اللي موالفين نديروها، وهو سخون نقفلوا البلاره تاعنا مليح ونقلبوها ونخليوها ساعتين، ومن بعد نحطوها في الفريجيدار. بعد اللي فاتوا ساعتين لا كونفيتور تاعي بردت وتماسكت شويه، دركا نحطها في الفريجيدار وتكون جاهزة للاستعمال. إن شاء الله تكون عجبتكم لا غوسيت، وتاكلوه بالصحة والهنا.